السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من منطقة الدهرية، محطة الدهرية. بعد الإزالات اللي حصلت فيها شايفين زي ما شايفين قدامنا، بصوا ازالت خالص، القضبان اتشالت والرصبان اتشالت، وطيب اتمهد اهوت علشان تتعمل الأعمدة. الدهرية اللي احنا عارفين آخر محطة في المسار العلوي للمترو اللي واخد من الدهرية لحد أبو قير إن شاء الله، وبعد كده بقى من أول الدهرية كده، من أول محطة كفر عبده لحد محطة مصر، مسار سطحي ومجمع 20 محطة. ضفنا 5 محطات جداد، ميامي ومحمد نجيب وكفر عبده وسبورتنج وبشرقي. الدهرية هنا تعتبر من أصعب المناطق اللي هيشتغل فيها المترو، عشان المنطقة ضيقة هنا والعمارات تبصوا يعني لازقة في السرعة على طول. هل العمارات دي فيها إزالات أو مش إزالات؟ يعني كمان الحتة كمان هنا يعني واسعة شوية عند المحطة، إنما الحتة كمان اللي ما بين الدهرية وينجت ضيقة جدا. يعني بصوا هنا في واسعة ممكن ما يحصلش إزالات، لأن هو هيتعمل عمدان في النص والمترو هيمشي فوق. ممكن المحطة فين بالظبط لسه ما تحددش. المحطات هم بصوا 20 محطة وطول الطريق 21 كيلو متر، يعني بين كل محطة ومحطة حوالي كيلو بالظبط. بصوا حصل ازالات في الجنب اهوت من ناحيتين، اللي بيشارك في جامع تقريبا. شايف هنا في معدات هنا هي شغاله، بيعملوا زي مجسات الارضيات. الحته بقى ديت اللي عند شارع سلمى ليلى ما بين بكوس وبين الدهريه، كده العكس كده. بصوا فيها اوراسكوم هي بتحط الاسوار علشان يبداوا يعملوا مجهزات الارضيه والخوازيق بتاعه العمدان اللي هتطلع ان شاء الله. الاسوار دي بيحطوها وبلوكات دي بيحطوها عشان ما حدش يخش جوه في مسار المترو. حتى احنا رايحين على الدهريه ما بين شارع سلمى ليلى وما بين او شارع العقصر، شارع العقصر كمان وسلمى ليلى والظهريه. في هنا معدات ايات جايبينها هيشتغلوا ان شاء الله. ان شاء الله خير كده، واول ما يحصل الجديد وتحصل عمدان وتتعمل السلالم ان شاء الله نيجي نصور تاني ونبلكوا بأي جديد. أبصوا البتاع دوت بيعمل أرض دوت، بيساوي الأرض عشان اللي إيه يعملوا الخوازيق إن شاء الله. شكرا يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما بخير وسعادة. السلام عليكم.